لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس مرحبا بك. يبدو أن القوات الإسرائيلية توسع عمليات الدهم والاعتقال إثر التصعيد الحاصل خلال المرحلة الثانية من التوجه إلى الجنوب، إنما في الضفة الغربية. صف لنا الوضع اليوم، يعني بعد أن شاهدنا هذا التقرير وأنه تم استعراض هذه القوى التي تقوم بالعديد من حملات الدهم. ما ذكرتيه ميشا صحيح 100%. فهناك مناطق لم تكن في دائرة استهداف الجيش الإسرائيلي طوال الشهرين الماضيين لتدخل اليوم، كقلقيلية ومخيم قلنديا وأيضا محافظة بيت لحم ومحافظات وبلدات في محيط محافظة الخليل. اليوم ما جرى في مخيم قلنديا هو قتل لشاب فلسطيني بطريقة بشعة، عندما حضرت قوة عسكرية إسرائيلية إلى منزل عائلته بدأت بالطرق بعنف على الباب وهم نيام، ولم ينتظر الجيش الإسرائيلي فتح الباب، حيث كان الشاب خلف الباب يهم لفتح هذا الباب للجيش الإسرائيلي الذي قام بوضع قنبلة على هذا الباب الذي قام بتفجيره، ويعني أدى ذلك إلى انشطار جسد الشاب إلى نصفين وتشوه كبير في جسده، وقاموا أيضا باعتقال شقيقه الذي حضروا لاعتقاله، ويعني كان هناك مواجهات أيضا في المخيم واعتلاء لأسطح المنازل، تخريب لبعض ممتلكات هذه المنازل. ويعني للتذكير، هذا الشاب الثاني خلال أقل من 24 ساعة الذي يقتله الجيش الإسرائيلي في هذا المخيم. الآن هناك استعدادات لتشييعه في محافظة رام الله بعد أن لم يلبث سكان المخيم تشييع الشاب الأول والذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب يوم أمس في المواجهات معه أكثر من 35 فلسطينيا. وأيضا هناك استعداد لتشييع الشابين من بلدة سعير في محافظة بيت لحم من عائلة واحدة، من عائلة الفروخ، حيث قام الجيش الإسرائيلي بقتلهما خلال مواجهات اندلعت في البلدة. مخيم الدهيشة أيضا ميشا كان على موعد مع اقتحام كبير لعشرات الآليات العسكرية، تنفيذ حملة اعتقال واسعة أدت إلى إصابة 4 شبان بالرصاص الحي. أحد هذه الإصابات أو إحدى هذه الإصابات وصفت بالخطيرة جدا. إلى ذلك أيضا كان هناك اقتحام في مخيم جنين ومدينة جنين، حيث قام الجيش الإسرائيلي باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، ولكن يرافق عادة ميشا هذه الاقتحامات تخريب يعني مقصود للبنية التحتية في مخيم جنين وفي معظم المناطق التي يقتحمها الجيش الإسرائيلي، حيث قام بتجريف الشوارع بالجرافات الثقيلة، تخريب في يعني شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه و الكهرباء، إلى جانب طبعا الاعتقالات التي ينفذها وتخريب ممتلكات الفلسطينيين سواء التجارية أو المنازل والسكن. نذكر هنا بأن حسب مصادر فلسطينية حتى الآن الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية اعتقل 36 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأيضا عدد الشبان الذين قتلوا برصاص الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين ارتفع إلى ما يزيد على 260 فلسطينيا منذ شهرين، أي منذ بداية هذه الحرب، وهذا رقم هو الأعلى، ويعتبر عام 2023 هو الأعلى من ناحية أعداد الشبان الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. نداءات فلسطينية من المستوى السياسي، رئيس الوزراء الفلسطيني الذي التقى عدد من نواب البرلمان الأوروبي دعا البرلمان الأوروبي لضرورة الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب في قطاع غزة، وقف اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، وتحذيره من أن هذه الأوضاع قد تتفجر بشكل أكبر في الضفة إذا ما استمر هذا النهج الإسرائيلي. شكرا لك من رام الله مراسلنا فراس لطفي.